طيب الاول انا عايز اتكلم عن بعض الاحداث وبعدين نخش في الماتشات. يعني موضوع حسام غالي مثلا فجاه تطلع، يعني عارف حاجات كده فجاه تفور ومتلاقيلهاش اصل، يعني ان حسام غالي عامل ازمه، هو اللي ماشي صاحب حفيظ، هو اللي بيعمل معرفش هو ما حضرش الجمعيه العموميه، وفجاه تلاقي موضوع كبر كده وتيجي تدور على اصله وجذوره. هل ممكن في الاهلي يبقى هو عضو مجلس اداره مهما كان هو مين، او حتى زمالك يعني ممكن يمشي ويجيب كده في وجود رئيس نادي، في وجود مجلس اداره، في وجود لجنه كوره؟ يعني ممكن حسام غالي يمشي صاحب حفيظ، هو اللي يمشيه، هو اللي يجيب فلان، هو اللي يمشي؟ ممكن؟ اكيد لا، يعني اكيد لا. بس هو في الاول والاخر في بعض الاخبار بتتصدر، يعني حاجه احنا ماشيين بقى لنا فتره في الرياضه المصريه عامه، التشويه لمجرد التشويه، حد بيعمل كده قاصد لا يعني في رايك؟ ارمي حاجه في الاعلام وشوف رد الفعل، كله ماشي على كده، وشوف ايه الوضع بالنسبه. انا ممكن عايز الهجوم على شبانه شويه، فارمي خبر صغير ونشوف ايه ما الوضع، يبقالوش اصل وملوش اي حاجه. والناس تخش على السوشيال لان اقول لك تتكلم على حاجه، وتعلق اقول لك على حاجه، يعني الاهلي بحكم ان انا كنت موجود في لجنه كوره وفي اجتماعات، يعني لو في قرار مثلا لعيد ان هو هيمشي اللجنه كلها بتبقى موافقه. يعني هو مش هينفع يمشي الا لما اللجنه توافق، مش عشان فلان قاعد هو عايز يمشيه هيمشي، لا. وخصوصا يعني بامانه في وجود الكابتن خطيب، يعني ما فيش يعني لو حد، الكابتن خطيب مش عايز الكابتن سيد يمشي لا وحسام غالي عايزه يمشي، هل ينفع يمشي؟ لا طبعا. لا لو كابتن حسين لبيب في الزمالك فلان مش عايزه يمشي وحد في مجلس اداره قال يمشي، هيمشي؟ لا مليون في المية لا، مش كده؟ يعني في كلام اصله برضه، ما تيجي لا ده يعني في بيبقى منطق الواحد برضه بيجي هي يتكلم. ده بيبقى قرار نادي، بلالين بتترمي بس وانت لمصالح بتتلقى بعض الشخصيات ومصالح بعض الناس. تشويه، تشويه طبعا، بس الواحد هو متلقي بقى البلالين دي، مش منطق الكلام يعني؟ ما هو في ناس مش في المطبخ برضه قوي، او جماهير السوشيال ميديا الموضوع بيبقى مختلف شويه، بتترمي له باشكال معينه، وفي الاخر اللي بيستحمل بقى اللي ليه ظهر الناس تطلع ترد ايوه، عنه، اللي ليه ظهير اعلامي واللي ليه ظهر اعلامي، هو ده اللي واللي هتلاقي يستحمل الموضوع. الضغوطات والحاجات ديت، ما يبقاش خفيف، ما يطلعش يرد، ما موضوع انت تاني الحاجات دي اثير كلها. فجاه انه ان اتحاد الكوره عايز يجيب سيد عبد الحفيظ مكان غرابه، وانه حازم امام رافض، ولعيبه الزمالك بعتت قالت لا. اي انا اظن ده اي كلام في اي لعبت كلام. يمين ده لسه ماشيين من المنتخب من يومين مثلا. وانا وجهه نظري ان الراجل اصلا اساسا غرابه ماشي بشكل كويس جدا، يعني انا وجهه نظري. انتقدت تصريحه ماشي، بس ما انتقدتش الشغل، قلت بالعكس الراجل بيأدي شغله الاداره على اكمل وجه. يعني ما سمعناش ازمه في تذاكر طيران، في معسكر، في فندق، في طب انا عايز ترتيبات، اسالك في سؤال، لبس، احنا مش دي شغله؟ طب اسالك سؤال، هو تصريحه يعني غرابه هيكون قايله من نفسه؟ وات ايفر، لا يعني حتى لو قايله من نفسه هيكون، لا هو لا يمكن يبقى قايله لكن من ما نفسه، ينفعش الاتحاد يعني الكوره اكيد هو قاعد مع الراجل المدرب، قاعد معاه، هو اللي بيتعامل معاه ليل ونهار، فهو قاعد معاه بناء على الكلام اللي ما بينهم، هو قال التصريح ده حلو. يعني مش من نفسه، يعني مش عكس كلام قلنا لو الراجل. مش قايله من نفسه تبقى مشكله فيتوريا كبيره، لان فيتوريا قال لخالد درندلي حاجه وبعدين رمى لغراب يقول حاجه تانية مثلا، وفق كلام الكابتن خالد درندلي معايا هنا على الهواء، فقال كلام قلت انا سالته بشكل صريح الكلام ده، انت قعدت مع مستر فيتوريا قال لك كده؟ قال لي اه نصا، قال لي اه. انت عارف الغلط في ايه؟ هو مصدر واحد للخبر المفروض يطلع، انما انت مثلا ايه، هي المكسب خلى كل عضو مجلس اداره اطلع في برنامج. لا بس اطلع الكابتن خالد الرندلي كان رئيس البعثه. عامل لنا انت مشاكل في الموضوع ده. انا؟ هو انا قلت له من الحلقه اللي فاتت انا لو اتكلمت هزعل ناس كتير فبلاش. زعلت الناس. هو كل واحد، فهتلاقي هو التصريح بتاع المنتخب، مين المسؤول، مين المدير بتاع المنتخب دلوقتي؟ المدير الاداري كابتن غراب. غراب هو التصريح الرسمي اللي اتاخد منه. مين المسؤول؟ لا بس رئيس البعثه. مين المشرف؟ مين المشرف على المنتخب؟ كابتن حازم امام. بس كابتن حازم امام قال ما فيش، قال تصريح نفس التصريح بتاع خالد رندلي، غراب قال تصريح مخالف. بعيد عن دي، حتى لو دي احنا مختلفين ومتفقين في حاجات فيها، لكن ما ينفعش يختلفوا في راي كاتحاد مع مع حد في المنتخب ماشي، لكن ده مش معناه ان غراب ماشي وفجاه تلاقي ترشيح. انا الاصل الموضوع اللي عايز اتكلم فيه ايه، ان فجاه سيد عبد الحفيظ مرشح، فجاه حازم امام رافض، فجاه لقيت الزمالك بعتت قالت لا الا سيد عبد الحفيظ. دي بالونه، دي بالونه برضه. يعني الدنيا قاعده رايقه دلوقتي، ما فيش حاجه، فالناس مش لاقي حاجه تعملها، هنعمل ايه؟ هو الاهلي ارمي حاجه والزمالك ونشوف رد الفعل، ونشوف رد الفعل ايه.